بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة التانية المخفية زي ما اتفقنا مع بعض كده. هي هتبقى على رقم 4، هتبقى على رقم 4 اللي هي دي على اللوحة. هننزل نظبط البكرة دي على 4، نخليها كده على 4، وهنظبط البكرة الأولانية دي نخليها على 3، ممكن نخليها 2، وممكن نخليها على 1، بس هي الغرزة هتبقى ضيقة. أنا لما جربت لقيت إن هي أنسب حاجة رقم 3، والبكرتين دول كده في العادي زي الخياطة العادية. نبدأ كده نشوف التانية هنستخدم أنهي دواسة وهنعملها إزاي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إحنا الأول بنقول إن اللفقة دي كده بتنفع لتانية بنطلون أو تانية جيبة، حاجات معينة كده اللي احنا بنحتاج التانية بتاعتها. وبعدين المفروض ان احنا لما بنيجي نتني بنحط فازلين عشان نثبت الغرزة دي وتبقى حلوة وتبقى شكلها كويس. اساسا في تانية البنطلون بنحتاج ان احنا نحط فازلين عشان نظبط التانية كده وتبقى التانية منسقة وحلوة، لكن انا هعملها من غير فازلين على اساس ان انا بجرب لكم بس القماش. دلوقتي احنا معانا الدواسة دي اللي هي جاية مع المكنة، القطعة دي كده جاية مع المكنة، المفروض ان انا بركبها. انا اي دواسة باجي اركبها بحط الجزء ده فيه، هنا جزء كده باين اهو، الجزء ده كده بندخله من تحت الدواسة، فيها برضو علامة كده من هنا هوريها لكم، بنحطها عليها. الاول احنا بنمد ايدينا كده نحط، ندوس على الزرار اللي من هنا ده، الزرار ده كده الدواسة وقعت اهي، الدواسة دي كده وقعت، بنشيلها كده. وبعدين عندنا الدواسة دي وفي جزء هنا فتحة كده، فتحة هنا كده، دي بنحط منها الدواسة، بنحطها عليها كده تحتيها. وبعدين نقفل بالراحة كده عشان نشوف هي جت عليها ولا ايه ونركبها. هظبطها معاها كده كده، لازم اظبطها تحتيها كويس اهي كده. انا ظبطتها عليها كده، لما هرفع هي ثبتت كده خلاص. كده احنا عملنا دواسة اسمها دواسة اللفقة المخفية او التانية المخفية. وهنبدأ بقى نشوف احنا هنعمل ايه. احنا كده لما هنيجي نتني التانية دي المفروض ان احنا بنحط فازلين ونطبق عليها. انا مش حاطه على اساس ان انا بجرب معاكم بس كده، بوريكم اللفقة بتبقى ازاي. بتني ثانيتين كده. وبعدين انا بقى مش بحط القماشه كده على طول زي ما احنا بنتني في العادي، لا انا بحط القماشه كده، بتني ثانيتين، بتني ثانيتين كده، وبعدين بتني القماشه كمان مره كده، بس بخلي دي بره شويه. يعني انا بعمل كده، ببقى ثانيه التانيتين كده وبخلي حته كده، وبعدين بحطها هنا كده كده. في هنا جزء هنا كده بيبقى خارج، ده لازم يبقى مساوي مع القماشة كده. وبعدين ببدأ أخيط، بتبقى القماشة زي ما احنا شايفين كده، حرفها هنا ده جاي مع أول التانية كده، وبخيط كده. هنشوف كده التانية هي بالمنظر ده كده، التانية بالمنظر ده كده اهي، كده بالمنظر ده. من الناحية التانية بقى انا مخيطة بلون مختلف، بلون ابيض مع الاحمر كده، المنظر من هنا اهو كده، اهو المنظر اهو مش باين، حتى وانا مخيطة بابيض مش باين. انا لو فتحت الخياطة هتبقى كده، فانا لما بكون بخيط حاجة هعملها بلونها، لان لما بفتح الخياطة بتعمل المنظر ده كده اهي. انا مخيطه حته تانية عشان اوريها لكم بنفس اللون اهي، دي كده اهي اهي مش باين، وحتى انا لما بفتح كده الخياطه، الخياطه اهي مش باين اهي، الخياطه كده مش باين اهي. التانية دي حلوه قوي، بتنفع بقى لما نكون هنتني جيبه، عايزين نتني تانية مخفيه كده، جيبه بنطلون كده، بتبقى التانية دي كده. استنوني بقى في غرزة جديدة نعملها على المكنة،
المرة الجاية إن شاء الله، الفيديو الجاي إن شاء الله، إن شاء الله ممكن نعمل التانية اللي هي بتبقى تانية صغيرة دي، أو اللف اللي هي السرفلة. إن شاء الله الفيديو الجاي كده أوريكم السرفلة بتتعمل إزاي. مع السلامة.